السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نقدم بعض النصائح للسفر عن طريق الطائرة، من شراء تذكرة الطائرة حتى الوصول إلى المطار. وتبع معنا هذه المراحل ونتمنى ما ننسى حتى شي حاجة، وإذا نسيت شي حاجة أو شي معلومة اكتبوها لنا في التعليق باش كل شيء يستفيد. على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. بطبيعة الحال غادي نكونوا عارفين تاريخ السفر والوجهة ديالنا. ندخلوا المتصفح جوجل وغادي نشارك معكم الموقع اللي انا شخصيا كنستعمله في حجز تذاكر طيران، حجز الفنادق، وكذلك حجز سيارة للكراء. الموقع هو اكسبيديا، وغادي نكتب العنوان هنا في الشاشة كيف ما تشوفوا. بطبيعة الحال غادي اهم حاجة اللي غادي نبحثوا عليها هو الثمن يكون مناسب. نشوفوا الأثمنة نتاع تذكرات الطيران. من بعد ما نلقاو الثمن خاصنا نقارنوا المدة ديال السفر، يعني من منطقة إلى منطقة. فمثلا السفر من المغرب إلى أمريكا تقدر نلقاو ديريكت فلايت، يعني رحلة طويلة، يعني رحلة مباشرة من أمريكا، من المغرب إلى نيويورك مثلا. مثلا نقدروا نلقاو المغرب ونوقفوا في مدينة من المدن الأوروبية، فمثلا المغرب باريس، من باريس إلى نيويورك. حتى الآن كل شيء راه مزيان. الثمن كما قلت لكم أول حاجة، أما أهم حاجة بعد الثمن هي المدة اللي غادي يستغرقها السفر. فمثلا من كازا إلى نيويورك غادي تكون مسافة قصيرة مقارنة من الوقوف أو نديرو ترانزيت في مدينة من المدن الأوروبية. في حالة اخترنا أننا نتوقف في أحد الدول الأوروبية، فمثلا باريس مطار شارل دو غول، خصنا نركز على المدة ديال الوقوف. لابد وضروري تكون أكثر من ساعتين. أنا كنصح بين ساعتين حتى 3 سوايع ونصف. لماذا ساعتين حتى 3 سوايع ونصف؟ في حالة الطائرة اللي غادي تخرج من كازابلانكا دارت الروتار، هنا إذا كان عندنا ترانزيت ساعة أو ساعة ونص، في احتمال كبير أننا ما غاديش نلحقوا على الطيارة الثانية اللي غادي تنقلنا من مدينة باريس إلى نيويورك. أما يكون عندنا ساعتين الفوق، وهناك احتمال كبير جدا أننا نتوصلوا بالطائرة الثانية، لأنه خدرت الروتار، في حالة الروتار الطيارة من كازابلانكا دارت الروتار ربع ساعة أو نص ساعة، مازال باقي لنا متسع من الوقت باش نغيروا الطيارة في مدينة فرنسا أو في مدينة باريس الفرنسية. من نشريو التذكرة نتاع الطيران ونقرو التذكرة والتراجي اللي غادي ناخدوه، نشوفو قبل ما نشريو التذكرة نشوفو عدد الفاليز، الباجاج. خصنا نشوفو، راه كاين مرات كيفرضوا عليك حقيبة واحدة اللي كتوزن حوالي 23 كيلو، وبعض الخطوط أو بعض الرحلات كيقولوا لك عندك زوج فاليزات، زوج كبار 23 23، زائد واحدة صغيرة كتطلعها معاك في الطيارة على ما أعتقد ما تعداش 9 كيلو. إذا ركزوا من تقطعوا الطيارة، إذا كنت غادي بفاليزة واحدة أوكي راك مزيان، أما إذا كنت غادي بزوج وغادي تقطع خد زوج وما تقطعش ديال فاليزه واحده، لانه الا قطعت فاليزه واحده وانت عندك زوج انت في المطار غادي تلقى واحد المشكل كبير، وغادي تخلص على الفاليزه الثانيه واحد المبلغ اللي كبير بزاف. اذا ركزوا مزيان عند شراء تذكرات الطائره من ناحيه الباجاج. هنا واحد السؤال كيطرحوه بزاف الناس، كيقول لك انا عندي خرج لي الفيزا تاع امريكا وغادي نقطع طيارة من المغرب إلى أمريكا، ولكن يقول لك واش نقدر نوقف في أحد المدن الأوروبية ونخرج من المطار؟ مثلا عنده العائلة تاعو في باريس، يخرج يشوفهم في أثناء الترانزيت أو أي يعني في أي وقيتة. هنا الجواب لا، لأن أنت عندك فقط فيزا، وهذه الفيزا لا تسمح لك من الخروج من المطار. باش تخرج من المطار خاص تكون عندك فيزا ديال فرنسا. الفيزا اللي عندك فقط توصلك لأمريكا، والترانزيت تبقى في المطار وممنوع الخروج، وأصلا لا يسمح لك بالخروج بالفيزا الأمريكية. هنايا يعني نفهموا أننا من نقطعوا الطيارة نركزوا على الترانزيت، أننا ما نغيروش المطار. في حالة كان تغيير المطار مثلا
باري من مطار للمطار باش تمشيو لأمريكا غادي يكون عندك مشكل. إذا حاولوا تبقاو في مطار واحد ترانزيت. الناس اللي تحصلوا على فيزا تاع قرعة أمريكا وغادي يسافروا لأمريكا يحاولوا يتفاداو كندا. كندا يتفاداوها في الترانزيت، لأنه غادي تكون عندك فيزا ديال الترانزيت وخاصك تدخل أونلاين في واحد الموقع، المهم فيها التخربيق باش دوماندي هاد الفيزا. إذا كنصح إسبانيا ألمانيا فرنسا باش تمشيو لأمريكا في حالة كان ترانزيت. كذلك الناس كيمشيو عن طريق قطر، القطرية تقريبا لحسب ما كنسمع أرخص، وتقدر تاخذ معاك جوج تاع لي فاليز، ولكن المسافة تبقى طويلة والثمن أقل بكثير مقارنة مع الخطوط الأخرى. هنا واحد النقطة مهمة جدا، يوم السفر، ضروري نكون في المطار قبل الرحلة على الأقل، 3 ساعات، 3 ساعات ونص، 4 ساعات. علاش؟ باش يكون عندك واحد الوقت كافي باش تعاود تراجع الاوراق نتاعك، تعاود تراجع الباجاج ديالك وتدفع الباجاج نتاعك في خاطرك وتمشي على البروسيس نتاع الديوانة. هنا باش يكونوا غاديين مرتاحين احسن ما تمشي في اخر لحظة تدفع الباجاج، تبقى تجري مع الديوانة تبع الباسبور باش تفوت التفتيش الى غير ذلك. وهنا غادي يكون واحد الوقت لانه غادي يكون كثرة المسافرين وتقدر توصل لواحد المشكل هو اللي ما نبغيوهش، ان الطيارة غادي تقدر تمشي عليك. اذا من الاحسن 3 سوايع، انا كنفضل المينيموم تكون في المطار ومريح باش يكون عندك السفر سهل جدا. من ناحية لي فاليز حاولوا قدر الامكان توزنوهم مزيان بالميزان، لانه اي وزن زائد على الوزن القانوني غادي تلقى مشكل ويقدروا يطلبوا منك انك تتخلى على الوزن الزائد. اذا من الاحسن ناخذ فقط الاشياء المهمه، احنا غادي لامريكا ناخذ فقط الملابس المهمه والاشياء اللي غادي تفيدنا، اما الاشياء الغير مفيده راكو عارفين حنا العائله واحد ما يكون يسافر يعمروا له الفاليزه بالماكله بالصوالح بالمواعد يعني بالتفيش الخاوي. اذا هاد الشيء حاولوا تبعدوا، ديو فقط الاساسيات، لانه من غادي توصلوا لامريكا وغادي تخدموا غادي كل شيء يكون عندكم متوفر. اذا لا داعي للاشياء التي لا قيمه لها وما نحتاجوهاش لانها تعذبنا طيله يوم السفر. تقريبا هذه هي اغلب اهم النقاط من حيث السفر لامريكا كواحد مسافر لاول مره لامريكا. تكلمنا على الموقع باش نقطعوا التذكرة، على الباجاج، على الترانزيت، على أحسن طائرة نقدروا نقطعوها، كيفاش القضية ديال الترانزيت والفيزا تاع أوروبا باش نطلع على المطار من أوروبا إلى غير ذلك. تكلمنا على كندا من أحسن تبعدوا عليها المسافرين الأمريكا. شنو آخر؟ الوزن، مهم، نفيريفيو الوزن جوج مرات او 3 مرات قبل السفر. نوصلوا للمطار على الاقل 3 ساعات 4 ساعات باش يكون البروسيس نتاع الباجاج نتاع الديوانه يكون سهل. الى هنا الاخوان انتهى هذا الفيديو حول بعض النصائح اللي بسيطه من خلال التجربه ديالنا قدمناها لكم في هذا الفيديو. كاين شي نقطه نسيناها كما قلت لكم اكتبوها لنا في التعليق باش كل شيء يستفد. يا الله، مع السلامة، وفي فيديو آخر إن شاء الله.